استاذ كسام اسلام نائب مدير الجامعة مقلب البيضاء وجه في إطار افتتاح الجامعة المحيط الاقتصادي والاجتماعي تتشرف اليوم جامعة محمد بشير إبراهيمي في استضافة هذا الصالون الوطني للابتكار والذي من خلاله نبين توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن جهتها الدولة الجزائرية بصفة عامة نحو الابتكار ودعم الشباب في هذه إنشاء الشركات المصغرة وكذا الشركات الناشئة. تدعم جامعة محمد بشير إبراهيمي الكثير من الدورات الخاصة في مركز دعم المقاولاتية، وهذا من أجل مساعدة الطلبة في إنشاء شركاتهم الخاصة والاستفادة أيضا من كافة صناديق الدعم على مستوى الوطن. دائما نجد شركاء مع الاقتصاديين والاجتماعيين يواكبون الحدث بعد عقد العديد من الاتفاقيات. اليوم نجسد هذا العمل ميدانيا من خلال هذه الاتفاقية مع شريكنا الاقتصادي كوندور ممثل في الدكتور موساوي، وهذا سيفتح آفاقا واسعة لشبابنا وطلبتنا المتخرجين بالنسبة لميدان العمل. فهنيئا لجامعة البرج وهنيئا لشركة كوندور على هذا التواصل. قضيت 5 اتفاقيات بالنسبة لجامعة البرج معالج، رغم أنني قضيت مع الجامعة الأخرى، لكن البرج كانت هي ستستاك على قول أزوطة في اليونيفرسيتي. هذه واحدة. كوندور، لو كوندور سي دو لا سيونس. Il faut pas dire que Condor c'est un groupe de montage. Condor, il y a de la science, il y a de l'IT, il y a de l'informatique, il y a de la technologie, il y a de la recherche et développement. Donc, surtout, nous avons l'avantage que Condor toute l'image de Condor. هذه نعطيها لكم يعني ككلمة أمام الأساتذة أن يشغل اليوم، لكن رانا ديجا ليزانجينيور دي كادر دو كوندور لا بليبار خرجوا من الجامعة تاع برج معالج، وهذا نفتخر به. من المواقع